السلام عليكم ورحمه الله يعطيكم العافيه حبايبي الطلاب المحترمين اليوم الجزء الثاني من نظريه اللي هي ازواج الكترونات التكافؤ اللي الماضي ماضي وضحنا كيف نرسم شكل لويس والان بدنا نرسم بدنا ناخذ مثال من كل الامثله هذه ونوضح ليش بيطلع خطي ليش بيطلع مثلث ليش بيطلع رباعي ليش بيطلع هرم ليش بيطلع منحني والكلام هذا تعال مع بعض نحاول ننجز باقل وقت ممكن شوفوا مع بعض الكلمة هذه لما أقول عدد المجموعات الإلكترونية حول الذرة المركزية شو معنى عدد المجموعات ركز لي في النقطة هذه الله يرضى عليك لو أنا كتبت لك SO2 رسمنا اللقاء الماضي رسمت أنا هيك S رابطه ثنائية O رابطه حادية O في زوج إلكترونات غير رابط لما أقولك لك عدد المجموعات الإلكترونية هي واحد هي اثنين هي ثلاثة رغم أن هدول رابطة ثنائية لكن بتنحسب حسب مجموعة إلكترونية واحدة لما يقول لفظ مجموعات لما يقول لفظ مجموعات كم مجموعة إلكترونية بتقول هيك واحد اثنين ثلاثة لو أنا رسمت لك الـ مثلا اتش سي ان كبر رسم هاي السي رابطة أحادية في هذه الجهة ورابطة ثلاثية في هذه الجهة وسألتك ما عدد المجموعات الإلكترونية حول الذرة المركزية هاي الذرة المركزية يعني في النص قصده ما عدد المجموعات واحد اثنين بتقولش واحد اثنين ثلاثة أربعة لا مجموعتان مجموعتان يعني الرابطة الثنائية والثلاثية والأحادية بتنحسب مجموعة واحدة اتفقنا في النقطة هذه لكن في نقطة ثانية لو قال لي مثلا ما عدد أزواج الإلكترونات الرابطة وغير الرابطة أزواج إلكترونات الرابطة في الشكل هذا هي واحد اثنين ثلاثة ثلاث أزواج والغير رابطة زوج طب في الشكل هذا قديش عدد أزواج الكترونات الرابطة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة والغير رابطة صفر يبقى لما يقول ما عدد أزواج الكترونات الرابطة والغير رابطة بتعدهم بالضبط واحد اثنين ثلاثة زي هيك لما يقول كلمة لفظ مجموعات تذكر كلمة هذه لما يقول لفظ مجموعات ما لكاش علاقة رابطة أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية زي أنتوا لما الأستاذ بيعمل مجموعات من الطلاب المجموعة هذه بتكون طالبين مثلا، المجموعة هذه مثلا ثلاث طلاب أو أربع طلاب أو خمس طلاب، وهذه مجموعة كذا كذا، إن شاء الله هذول يكونوا ستة، المهم اسمه مجموعة ايش؟ واحدة، تمام النقطة هذه؟ خلينا نفسر الألفاظ اللي هنا، هاي معنى كلمة عدد المجموعات، الصيغة العامة مش موجودة عندك في التوجيه بس خلينا لنا شغلة عابرة بسيطة يعني، حرف الأم بيعبر عن الذرة المركزية، يعني هنا مثلا في الاتش حرف الأم هو الذرة المركزية، طيب لما بدي أكتب إكس، إكس معناها كم ذرة طرفية عندي هنا؟ اثنين، فبكتب اثنين، يعني ام اكس 2 معناها انت بتعرف انه ايش انه ذره مركزيه واحده وذرتين طرفيات طب لو بدي اعمل لهذا اللي هو اس او 2 راهي رسمته بدي اعمل له ض... آه... آه... صيغه عامه بقول حرف الام وهو يعبر عن مين عن الذره المركزيه طب كم ذره طرفيه مع او 2 يبقى اكس 2 طب معاه زوج الكترونات غير رابط نعم فبعمل حرف E حرف E بيعبر عن الذرات ايش عن ازواج عن الكترونات ايش الغير رابطه الت... آه... تمثيل الشكل البنائي يعني كيف نرسم الرسمة أهم نقطتين عندنا هدول التنتين شكل أزواج الإلكترونات وشكل الجزئي بدي تفهموه اليوم كويس شكل أزواج الإلكترونات وشكل الجزئي بدنا نفسر بينهم ونفهم مية في المية هدول شكل أزواج الإلكترونات قصده يعني كل أنواع الإلكترونات الأمامك من لفظه ما دام مكتوب كلمة إلكترونات معناها لما نكتب لك هذه الأس أوتو هاي الأس رابطة ثنائية أو رابطة أحادية أو وهي زوجك كتابة لك إيش شكل أزواج الإلكترونات؟ بدك تحسبهم كلهم بدك تقول هاي واحد اثنين ثلاثة هيك واحد اثنين ثلاثة بده حسب لكن لما أقول شكل الجزيء الأزواج الإلكترونات الغير رابطة بنحسبوش فبتصير إنت تقول شكل هيك عامل فبتقول ها منحنين فاهمين النقطة أنا قاعد بفهمكم شو معناها المصطلحات اللي أمامنا. والزاوية معروف شو هي والأمثلة كلام فاضي. مثال رقم واحد لو خدنا السي أو أول خطوة لازم تعملها حتى في التهجين ديروا بالكم يعني حتى في آخر مرحلة في الدرس التهجين أه بتلاقي حالك ما فيش إمكانية تعرف تعمل ولا إشي إلا لما ترسم شكل لويس بكون كتبلك لك بأنه السي تساوي 6 والأو تساوي 8 عشان تطلع اللي هو الكترونات التكافؤ أربعة زائد اثنين ضرب ستة ويساوي ستاش بتجيب ترسم انت سي في الوسط واكسجينة من اليمين واكسجينة من الشمال وبتربط زي ما اتفقنا هاي أربعة من الستاش ضايل اتناش نعطي لهذه ستة ونعطي لهذه ستة بعيط الكربون عشان فيش عنده بنشطب هدول التنتين بنجيبهم هان وبنشطب هدول التنتين وبنجيبهم هان فاصبح سي رابطة ثنائية او رابطة ثنائية او وطبعا انت ما مفروض انت من كنت ما مرست الشغل بسيعة في ال CO2 انه هذا شكله مش كل مرة بدك تعمل نقط والكلام هذا تمام النقطة هذه هاي مركب الكربون ثاني اكسيد الكربون هاي شكله لو سألني ما الصيغة العامة له بسألنيش طبعا لكن بخلاش الامر ممكن نقول لك احنا يعني اجى سؤال على العقيدة القديمة ما الصيغة العامة حرف الام اللي هو اي رقم واحد اذا اقول لك الصيغة العامة حرف الام اللي هو السي والذرات الطرفية تنتين يبقى إكس2 في عندك ازواج إلكترونات غير غير رابطة على الذرة المركزية لا فبالتالي انتهت الصيغة العامة طب اعمل لي رسمة لهذه رسم غير وهو أنت المفروض بهذا الشكل هاي الرسمة تبعته تروح ترسم رسمة ثانية باللي هي بالشحطات طيب ايش رايك شو شكل ازواج الالكترونات؟ كلمة لفظ ازواج الالكترونات يعني كل ازواج الالكترونات امامك الرابطة والغير رابطة، تكتب له طبعا اللي هو ايش حيكون؟ خط لأنه يعني خط طيب لو سألك شو شكل الجزيء الأمامة بدون إلكترونات غير رابطة تقول هو في إلكترونات غير رابطة يا راجل نفس الشكل خطي خطي تمام إيش الزاوية اللي بتعرفوا في الرياضيات لما طيب يكون لك خط مستقيم قديش بكون الزاوية 180 انتهى النقطة الأولى في ملاحظة كويسة أقول لك يعني. إذا لقيت الجزيء الذي أمامك لا يوجد فيه زوج إلكترونات غير رابط بكون شكل الجزيء وشكل أزواج الكترونات زي بعض اذا لقيت المركب الامامك الجزيء الامامك لا يوجد فيه زوج الكترونات غير رابط بكون شكل أزواج الكترونات وشكل الجزيء زي بعض نشوف رقم 2 قبل ما ننتقل لرقم 2 لو سالني ما عدد المجموعات الالكترونيه حول الذره المركزيه مهمه هذه هذه اهم وحده ما عدد المجموعات الالكترونيه حول الذره المركزيه شوف كيف بدك تعمل هيك واحد 2 مش تقول واحد 2 3 أربعة تتهابل واحد اثنين مجموعات يعني زي مجموعات الطلاب واحد اثنين طيب رقم اثنين اعطاني مثلا اس او او بلاش اس او ثري بي اف ثري هاي تلاتة زائد تلاتة ضرب سبعة واحد وعشرين وتلاتة اربعة وعشرين باجي بدي ارسم البي شكل لويس حرف البي حرف واحد اف اثنين ثلاثة واحد بقول الاف دائما تحت في كان يا استاذ اعملها فوق ما في طلاب بسيب كل العلم وبس مشكلته يحط الاف فوق ولا تحت لا يا حبيبي تحت دائما تحت ليش دائما تحت يا استاذ عشان اذا في زوج الكترونات غير رابطه نحطه فوق هاي تربيط هاي حطينا ستة من ال24 ثمانية 18 هاي 2 اربعة ستة ثمانية عشرة 12 14 16 18 خلصنا ال 24 الكترون خلصناهم بلاحظ الطالب من المركزيه اللي في النص ما اكتملتش حواليها ستة مسكين بنسى انه هذا حاله خاصه بروح بشطب وحده من وبضيفة هان وبضيفها هان بيطلع كل الشغل عنده غلط صيبة يا حبيبي البورون ستة حوالي ستة وبيكتفي وزلمه مؤدب ومحترم هكذا بدنا نعمل آه، تمثيل شكل لويس بناء على نظرية تنافر الأزواج الكترونات يعني بنفعش الزاوية هاي من هان لهان صغيرة لأنه يعني كلهم أزواج رابطة هدول شوف ها كلهم رابطة هذه الزاوية صغيرة بينما الزاوية هذه ضخمة يعني تقريبا 180 فأعمل شكل يكون ح... الزوايا حوالي تقريبا متساوية عشان نحصل على شكل أكثر ثباتا فأنت متعود ترسم شكل هيك بتروح تقول له هي البي وهي اف واحد وهي اثنين وهي ثلاثة تقريبا هيك يا استاذ هي الزوايا تقريبا متساوية يعني افضل رسمة رسمتها ممتاز بارك الله فيك ايش نهاية قلت بنعمل اللهم صل محمد الصيغة العامة بيجي يقول استاذ ام اكس ثري فيش لا قدامي هايهم ثلاثة احسنت لو نسأله ايش شكل ازواج الالكترونات يعني كل الالكترونات ايش شكل قدامك بقول هيك واحد اثنين ثلاثة بتقول مثلث مستوي مش مستوي بالياء هيك مستوي مثلث مستوي هذا شكل ازواج الكترونات طيب لو قلت لك شكل الجزيء شكل جزيء بس الشكل الجزيء بدون ازواج الكترونات بيجي لك ما دام فيش ازواج الكترونات غير رابطه معناها شكل ازواج الكترونات نفس شكل الجزيء ايضا مثلث مستوي احسنت قديش قيمه الزاويه من هلها تقريبا ما هو مكتوب زاويه متوقعه فبتكتب 100 وعشرين ثلاث يعني زوايا بس مش كتير يعني الخط مستقيم 180 والزاوية اللي هي بتكون مثلث مستوى 120 وعشرين رقم ثلاثة ناخد مثال غريب O3 أو أوزون اسمه الأوزون هلقيت ثلاثة ضرب عدد الإلكترونات تكافؤ ستة ويساوي 18 إلكترون الأو 3 كيف حيترسمه بشكل لويس؟ واحدة اثنين ثلاثة ربط يا قائد هاي تربيطة يلا اعطي كل وحدة طرفية ستة ومعها لأنه في معها اثنين ستة ثمانية من, من, ضمن المجمل الثمنتاش ستة موزع انت قديش انت أربعة قدش ضايل عندك اربعتاش هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش عشر اتناش ممتاز ضايلك اثنين حطهم زوجك تنا غير رابط بتلاحظ الاكسجين اللي في النص اللي هي الذرة المركزية ما اكتفتش بثمانية حوالي ستة فبيقول لواحد من دول بعينكم الله بتشطب هذه انتهان وبتجيب لي اياها بتصير معي ومعك بقول لك هذا على راسي من فوق طبعا غصب عنه مش على ارسم رسمة تقريبية اعمل عملية تنافر بين الازواج اللي يطلع شكل مرتب فبترسم انت الاكسجينة في النص وهيك وبترسم الاكسجينة ورابطة ثنائية وبترسم اكسجينة وطبعا زوجك تناتر الغير رابط هو اللي عمل فيهم وخلاهم ينتنيو بالطريقة هذه لو قلت لك أنا لقيت أعطيني الصيغة العامة لهذا الشكل حتقول لي أم الذرة المركزية حتقول لي X2 الذرات الطرفية دي بقى ما بتقدرش تجيب الكلام هذا من لازم تجيبه من شكل لويس لأنه في الجزيء وهم سكر ببينش إذا في أزواج الكترونات رابطة أو غير رابطة X2 اللي هما تنتين وحرف الإي بدل على أزواج الكترونات الغير رابطة طيب لو بدي اسالك سؤال اقول لك ما شكل ازواج الالكترونات كلمة شكل زوجك الثلاثة يعني كلهم، فأنت بتقول هنا واحد اثنين ثلاثة، يعني هي منطقة منطقتين ثلاث مناطق سواء رابط أو غير رابط، فبتقول لي مثلث مستوٍ. ممتاز. طب أنا بقول ما شكل اليام نقطة؟ ما شكل الجزيء؟ كيف شكل الجزيء يعني بدون ازواج الكترونات غير رابطه وانا قلت لك لما تلاقي الزوج الكترونات غير رابطه اعرف انه شكل ازواج الكترونات غير شكل الجزيء حط ايدك هيك عليه اخفيه بصير عندك شكل ايش قدامك منحني او منحنن هيك مش بالكسر بالالف المكسوره والياء لا بالتنوين المنصوبه المنصوبه جرور وواو جمال الكلام هذا الغريب تمام يا شباب إيه خلص قلت إيه بدنا قيمة الزاوية أيضا قديش إيه حتكون قيمة الزاوية أيضا 120 لأنه هذه باعتبار موجودة فزي هيك الزاوية 120 نختار رقم أربعة نختار مركب مثلا سي اتش 4 مشهور سي اتش 4 هنا أربعة زائد أربعة يساوي ثمان إلكترونات الذرة المركزية وهي كربون وحواليها سهل هذا الشكل هاي شكل لويس بكون مطلوب الأول شكل لويس لو طلبت منك ترسم شكل قريب اللي الزوايا تكون فيه متساوية تقول تقولي هاي الزوايا متساوية هاي الزوايا تسعين بفعش تسعين هاي الكربون هاي في الفراغ تقريبا زي بعض نبدا هجيت لو طلبت منك الصيغه العامه هتقولي ام حواليها 4 يبقى اكس 4 طيب شو شكل ازواج الالكترونات 1 2 3 4 بتكتب لي رباعي الاوجه شايف كيف ايش عديت اربع اتجاهات فبالتالي رباعي الاوجه طيب قلت لك انا لما يكون فيش ازواج الكترونات رابطه فبالتالي شكل ازواج الكترونات وشكل الجزيء نفس الكلمه ايضا رباعي الاوجه هلقيت ما قبل شويه كان في الشكل الثلاثي اللي زي هيك كانت الزاويه 120 هقصر صار في عندنا كمان فرق فبدها تقل الزاويه حتصبح طبعا ايش 109 ونص 109 ونص ناخذ ان اتش 3 5 ان اتش 3 هنا حيكون 5 زائد 3 ضرب 1 ويساوي 8 الكترونات الان في الوسط هيدروجين 1 2 ثلاثة هاي تربيط اثنين اربعة ستة ضايل اثنين حطهم زوجك الكترونات غير الرابط لو قلت لك ارسم لي شكل قريب اللي تخفف فيه نسبة التنافر حترسم لي ان وتعمل اتش واحد اثنين ثلاثة وتعمل زوجة الكترونات غير الرابط هو اللي ضغط عليهم ونزلهم تحت لو قلت لك هلقيت ما الصيغة العامة حتقول لي هنا ام اكس ثلاثة تلتة... ثلاث تلت جا... 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 جوانب ثلاث اطراف يبقى اكس ثري زوج الكترونات واحد غير الرابط حرف الاي تمام؟ طيب حاسالك مثلا مع شكل واحد, واحد, نين, ثلاثة, طيب ما شكل ازواج الكترونات؟ واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، حتقول لي رباعي الأوجه. طب لو قلت لك ما شكل الجزيء؟ بدون يعني بدون الزواج الكترونات غير الرابط، ما شكل الجزيء؟ حط إيدك على شكل الجزيء، تطلع تطلع تحت، بتلاقيهم ثلاث عواميد، فبتقولي لي هنا هرم ثلاثي القاعده عشان في طلاب بلخبط بين هرم ثلاثي القاعده ومثلث مستوى المثلث مستوى لازم يكون زي هيك شكله 1 2 3 بكون لفوق هنا الذره مركزيه وهنا 1 2 3 الهرم ثلاثي القاعده الثلاثه تعيين تحت الثلاثه قاعدين تحت تمام وطبعا الزاويه حتكون اللي هي ايضا 100 109 زي هذه عشان اربع اتجاهات 109 ونص طبعا بعدين حنصير نقول في طلاب اللي سابقين والمتعلمين بقول لك المعلمه قالت لنا بكره فردود يهروني هالجيت المعلمه قالت لنا 107 وفي 104 يا شباب طولوا بالكم احنا قاعدين بنتعلم ويس مش قاعدين نتعلم كل شيء الان اخر واحد ناخذ مثال اللي هو مين اتش 2 او الماء ناخذ احنا ما امثله مشهوره عشان هيك ما اخذش الاف 2 او الاتش 2 او كمشهور جدا 2 ضرب 1 زائد 6 يساوي 8 الكترونات الاكسجين في الوسط وهيدروجين يمين وشمال وتربيط هيك اكتفى الهيدروجين اخذت أربعة من ثمانية ضايل زوجين فبنعملهم هنا ارسم شكل قريب حسب فهمك نزل هيدروجين تحت واعمل زوجين الكترونات غير رابط هاي الشكل رقم واحد مطلوب لو بكون شكل لويس لو طلبت منك الصيغة العامة حتقول لي واحد اثنين يعني ام اكس تو وعندك زوجين غير رابط هتقولي لي اي لو سألتك ما شكل الأزواج الكترونات فبتقول لي واحد اثنين ثلاثة اربعة رباعي الاوجه لو سألتك ما شكل الجزيء بتحط ايدك على الازواج الكترونات الغير رابطة يصبح عندك الشكل شماله منحن او منحني لو كتبت منحني عادي والزاوية طبعا انه واحد اثنين ثلاثة اربعة مية وتسعة ونص واللي هي بعدين حتصير مية واربعة للطلاب اللي مخدين متقدمين عارفين انها طلعت مية واربعة احنا بنحكي الان مبدئيا آه، معلومة الأخيرة ما ذكرتهاش ولا مرة نسيتها لو المجموعات الإلكترونية حول الذرة المركزية واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع مجموعات حول الذرة المركزية تمام النقطة هذه نكتفي هذا القدر لأنك تخلص الجدول في معلومات مهمة هنا انه يجب رسم شكل لويس قبل البدء باستخدام نظريه تنافر زوج الالكترونات، شكل ازواج الالكترونات يشمل جميع المجموعات الالكترونيه غير الرابطه وغير الرابطه، شكل الجزيئي يشمل فقط الالكترونات الرابطه، الالكترونات الرابطه سواء احاديه او ثنائيه او ثلاثيه تعد مجموعه الكترونيه واحده، حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.